الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز على إشرف صباح اليوم في نواكشوط على تدشين المركز الوطني لأمراض القلب، وستلعب هذه المنشآت دورا مهما في الرفع من مستوى التغطية الصحية وتوفير العلاجات الضرورية في هذا المجال للمواطنين. وأخيرا قطع الشك باليقين، فهذه لوحة تذكارية للمركز الوطني لأمراض القلب، هدية الذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني التي أشرف رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز على افتتاحها. رئيس الجمهورية زار هذه المنشأة الصحية الممولة بطريقة مشتركة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية، واستهل سيادته جولته هذه بقاعة الاستقبال ثم الاستشارات والحالات المستعجلة قبل أن يقف على وحدات صحية حديثة كالراديو والسكانير المتطور الذي ينتمي لفئة توشيبا كانو. وهنا تساءل رئيس الجمهورية عن ماهية هذه الأجهزة وعن مدى قدرتها على أداء المهام التي اقتنيت من أجلها لها، فيما تولى المختصون تقديم شروح حول هذه المكونات لرئيس الجمهورية الذي واصل جولته بتفقد أجهزة الكشف والعلاج التي توفر للمريض ظروفا ملائمة للعلاج الفعال، قبل أن ينتقل رئيس الجمهورية إلى غرف الحجز والعمليات وأقسام القسطرة وجراحة القلب، حاثا القائمين على هذا الصرح الطبي على المزيد من العناية به وصيانته ضمانا لخدمات صحية متطورة. هذا وأوضح وزير الصحة أن إنجاز هذا المستشفى الطبي بشكله وتصميمه المعماري المطابق للنظم الدولية الحديثة يعد ثمرة لبرنامج بدأ منذ 10 سنوات يضمن التكفل بالمرضى الذين كانت حالتهم الصحية تستدعي عمليات للقلب المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس الجمهورية، معالي وزير الأول، سادة الوزراء، سيد ممثل الصندوق الإسلامي للتنمية، أصحاب السعادة السفراء، سيد الوالي، سيد الرئيس المجلس الجهوي لنواكشوط، سيد العمدة، سيد الحاكم، حضرات سادة والسيدات، أيها الحضور الكريم، يشرفني ويسعدني أن أقف أمامكم اليوم فخامة الرئيس وأنتم تشرفون بعد لحظات على تدشين أحد أهم معالم الطبية في البلاد وفي شبه المنطقة، متخصص في علاجات أمراض القلب. فخامة الرئيس، لقد تحولت هذه المنطقة بالذات من عاصمة نواكشوط وخلال طرف زمني قياسي وبتوجيهات سامية منكم لتصبح قطبا تنمويا وثقافيا وطبيا فريدا من نوعه ومداعة للفخر والاعتزاز. فبعد تشييد جامعة نواكشوط العصرية وكلية الطب ومعاهد متخصصة ومحطات كهرباء بجوار مطار أم التونسي الدولي وقصر المرابطون للمؤتمرات الدولي وشبكات الإنارة والطرق معبدة، يضاف اليوم بدء تشغيل مركز الوطني لأمراض القلب. إنها إرادة وعزيمة قائد وطني ذي بصيرة يخدم شعبه ووطنه بصدق وحكمة ووفاء. فخامة الرئيس، لقد تم تحديد أولويات السياسية الوطني في مجال الصحة بتوجيهات سامية منكم وبإشراف من الحكومة من خلال تنفيذ استراتيجيات الوطنية لتنمية القطاع الصحة. وفي هذا السياق مكنت الإصلاحات المتبعة في القطاع من تحسين مؤشرات الصحية، حيث أن معدلات الإصابات بالأمراض تتطور نحو الأفضل، وهناك خطة لحد منها ووصول بها إلى معدلات منخفضة في أجال قريبة مقبل بحول الله. فخامة الرئيس، سيعمل قطاع الصحة في أجال القريبة على تحسين ظروف عمال الصحة وتقوية قدراتهم التكوينية والمهنية، تعزيز الحكامة في القطاع، محاربة الأمراض السارية، وذلك عن طريق تنفيذ خطة العمل الوطني للسلامة الصحية،
محاربة الأمراض غير السارية والتي أصبحت معضلة كبيرة في مجال الصحة العمومية بسبب تغير المستوى المعيشي للسكان، ويشكل تدشين المركز لأمراض القلب اليوم بداية موفقة. العمل على خفض وفيات الأمهات والأطفال الذي ما زال يشكل أولويات نعمل على حد منها. السعي من أجل حفاظ على جودة الأدوية وتفعيل حملات الرقابة والتفتيش. تطوير وتدعيم البنى التحتية ومنشآت الطبية وتقريب الخدمات الصحية من المواطن. يا فخامة الرئيس، يعد تدشين هذا الصرح الطبي الكبير المثمر نهاية برنامج بدأ منذ 10 سنوات تضمن تكلف بالمرضى الذي كانت حالتهم الصحية تستدعي عمليات قلب مفتوح. ساهمت دول عديدة في هذا البرنامج من خلال إرسال بعثات متخصصة في مجال الأمراض القلب وقسطرة القلبية وجراحة الخاصة. هذه الفرق الطبية من الجزائر والمغرب والسعودية والإمارات وتونس وفرنسا وولايات متحدة وإمارات موناكو، وأذكر هنا بالاسم البروفيسور فرانسوا بورلون من إمارات موناكو، فليجدوا هنا جميعا كامل تشكراتنا وتقديرنا. وبعد ذلك تكلف بهذا العملية الجبار لعيون لا تنام فريقا موريتانيا متكاملا بدون اعتماد على أي خبرات أجنبية. فنعم تجهيز، وبارك الله عليكم. فخامة الرئيس، يدخل إنجاز هذا المستشفى الطبي الكبير ومتميز بشكله وتصميمه المعماري مطابقا للنظم الدولي الحديث في إطار شراكة وتعاون مثمرين بين بلادنا والصندوق الإسلامي للتنمية. ولا يسعني هنا إلا أن أنوه بهذا التعاون وأن أقدم باسم الحكومة جزيل الشكر والامتنان لإدارة وعمال صندوق الإسلامي للتنمية. يتكون هذا الصرح الطبي الهام من مصالح الطب عديدة تخص الأمراض القلب والشريان، ونذكر منها قسم الأمراض القلب للكبار، وقسم لأمراض القلب للأطفال، وقسم جراحة القلب والشريان، وجراحة الصدر. ويحتوي هذا القسم على 4 غرفة عمليات بمعدات عالية جودة ما تكون عن البعد لصالح الطواقم الطبي. قسم لإنشاء الطبي والتخدير، قسم لقسطرة القلبية، قسم تصوير الطبي والذي يضم ضمن معداته جهاز سكانير بقوة 80 باريت، قسم لحالات المستعجلة، وقسم للاستشارات الخارجية. كما يتميز هذا المركز الوطني بتوفير مستشفى نهاري، ويضم عديد من المصالح الأخرى من المختبرات والصيدلية ومصالح إدارية. فخامة الرئيس، كلف إنجاز المركز الوطني لأمراض القلب غلافا ماليا بلغ 23 مليون دولار، أي ما يعادل 57 مليون أقية جديدة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 سريرا. يا فخامة الرئيس، يهدف هذا الإنجاز الهام إلى تكفل أكثر من 90% من أمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى مئات استشارات المتخصصة في الأمراض القلب. يسعى المركز الوطني لأمراض القلب إلى تحقيق عديد من عمليات الدقيقة متعلقة بهذا المجال، أي ما بين 1000 و1500 عملية قسطرة قلبية، وما بين 200 و300 عملية جراحة بقلب مفتوح. سيشرف على هذا العمل الجبار طاقم طبي وطني متكامل يضمن 18 طبيبا اختصاصيا في أمراض القلب، 5 أطباء أخصائي في جراحة القلب والشريان، طبيبين أخصائيين للتخدير، طبيبا متخصص بالإشعاع، 10 أطباء مقيمين، و120 ممرضا، و115 أقدويا.
وإنني إذ أشيد بدور الهام الذي يقوم به الطاقم الإداري والطبي وشبه الطبي، أدعوكم إلى بذل المزيد من العمل بغية التكلف السليم للمرضى ومنح عنايات الضرورية لصيانة التجهيزات الطبية متطورة التي تم اقتناؤها لتجهيز هذا المستشفى حسب مواصفات الدولية الدقيقة. وفي الأخير اسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أدعوكم لإطاء انطلاقات الفعالية المركز الوطني لأمراض القلب، والله موفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه عبر ممثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته وسعادة مجموعته بالمشاركة في بناء هذه المنشآت الطبية الهامة التي تدخل في إطار استراتيجية البنك في تطوير المشاريع التنموية ذات الأهمية كالصحة والتشغيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز، معالي الوزير الأول، أصحاب المعالي السادة الوزراء، السيد والي نواكشوط الغربية، السيدة رئيسة جهة نواكشوط، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، كل بوصفه ومقامه الرفيع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن جزيل الشكر وخالص الامتنان على الدعوة الكريمة التي وجهت إلى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بندر محمد حمزة الحجار لحضور حفل تدشين المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط، والذي حالت بينه وبين حضور هذه المناسبة الطيبة ظروف قاهرة والتزامات مسبقة. إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن عهد إلي تمثيل معالي رئيس مجموعة البنك في هذا الحفل البهيج، وأبلغكم تهاني وتحيات معالي، وأغتنم هذه الفرصة السانحة لأتقدم بأحر التهاني وأطيب الأمنيات للجمهورية الإسلامية الموريتانية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني، متمنيا لبلدكم العزيز المزيد من الرقي والتطور والازدهار. فخامة الرئيس، إن المنشأة الصحية التي تشرفون على تدشينها اليوم تعتبر لبنة جديدة تنضاف لصرح التعاون المثمر القائم بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وإن لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عظيم الشرف لمساهمتها في تمويل إنجاز هذا المشروع الهام بمبلغ يناهز 20 مليون من الدولارات. ويدخل هذا المشروع في إطار الخطة الاستراتيجية التي يهدف البنك من خلالها إلى تثمين العنصر البشري في الدول الأعضاء عن طريق برامج التنمية البشرية كالصحة والتعليم والتشغيل، كما يندرج في إطار الدعم الذي يقدمه البنك لدوله الأعضاء من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. فخامة الرئيس، إن هذا المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير يضم كافة المرافق الضرورية من عيادات خارجية ومستعجلات، مستشفى النهار والتصوير بالأشعة والإسكانر والصيدلية والمختبر والإنعاش وقاعات العمليات الجراحية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الإدارية والتقنية وغيرها. وقد تم تزويد المركز بتجهيزات طبية جد متطورة سوف تمكن الأطر الصحية من القيام بمهامها في أحسن الظروف. كما أذكر أنه بالإضافة إلى التجهيزات والأثاث أعطى البنك أهمية قصوى للتكوين، حيث تم تنظيم عدة دورات تدريبية لفائدة أكثر من 700 مستفيد من أطباء وممرضين وتقنيين وأطر إدارية على الصعيد الوطني وكذا في مراكز متخصصة في الخارج. وقد لاحظنا والحمد لله الأثر الإيجابي لهذا التكوين في تحسين فعالية كوادر المركز وتمكينهم من الحصول على الكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها دوليا. ومن المرتقب أن يمكن المركز الجديد كافة المواطنين الموريتانيين من الولوج إلى خدمات صحية جيدة في مجال أمراض القلب
كما سيمكن من توطين العلاج في هذا المجال الهام على الصعيد الوطني. ولا شك في أن هذا المركز من شأنه أن يلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون جنوب جنوب عن طريق تقوية الشراكة مع الدول الأعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء التي تأمل إلى تحسين منظومتها الصحية في اختصاص أمراض القلب. وأود أن أؤكد في هذا الإطار على أن التعاون جنوب جنوب يشكل هدفا استراتيجيا للبنك الإسلامي للتنمية، حيث يقوم البنك بتسهيل تبادل الخبرات بين دوله الأعضاء في مجالات تشمل الصحة والتكوين المهني والزراعة والطاقة وإلى آخره. وأود في هذا المقام أن أثمن الجهود التي بذلها كافة المتدخلين من أجل إنجاز هذا المركز المتخصص، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا فريق تتبع المشروع. كما أهنئ كافة الأطر الطبية والشبه طبية والتقنية والإدارية على هذا المركز الجديد الذي سيوفر لهم بالتأكيد العمل في ظروف حسنة وتقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين الموريتانيين. فخامة الرئيس، إن بداية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ليس وليد اللحظة، إنما يرجع إلى 4 عقود خلت، حيث مول البنك أول عملية له بموريتانيا في عام 1977، وقد بلغ حجم التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك لموريتانيا حتى الآن ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي. استفادت منها قطاعات الطاقة، المياه، الطرق، الزراعة والصحة والتعليم، فضلا عن تمويل التجارة والقطاع الخاص وغيرها. وقد شهد التعاون بين بلدكم الكريم ومجموعة البنك تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبني وثيقة شراكة استراتيجية بين الطرفين للفترة 2011 و2015، شملت 4 محاور، هي تعزيز التنمية البشرية من خلال دعم الصحة والتنمية الريفية والأمن الغذائي وتحسين تنويع الاقتصاد المعاصر وبناء القدرات. حيث قدمت مجموعة البنك لموريتانيا خلال تلك الفترة تمويلات بغلاف مالي بلغ 746 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 50% من مجموعة التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك لموريتانيا منذ بداية التعاون بين الطرفين. ويتطلع البنك للشروع في إعداد وثيقة استراتيجية جديدة للسنوات المقبلة تنسجم مع الأولويات التنموية لبلدكم الكريم، كما تضمنتها استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 التي أقرتها حكومتكم الموقرة وتنسجم مع البرنامج الخماسي لرئيس مجموعة البنك. فخامة الرئيس، لا يفوتني في هذه المناسبة المباركة إلا أن أطلعكم على بعض الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها مؤسستكم البنك الإسلامي للتنمية، والتي تمت صياغتها في برنامج خماسي لمعالي الرئيس بندر محمد حمزة بن حجار للفترة 2017-2021. ويهدف هذا البرنامج المستمد من الإطار الاستراتيجي العشري للبنك الإسلامي للتنمية إلى جعل البنك أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات دوله الأعضاء، وجعله الشريك المفضل في مواجهة تحديات التنمية، سعيا إلى تمكين شعوب الدول الأعضاء من أجل مستقبل مستدام عن طريق دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي من خلال تعزيز سلاسل القيمة المضافة. وقد حدد هذا البرنامج مجموعة من الركائز تتضمن زيادة التعريف بالبنك وتعزيز الروابط والشراكات مع مختلف الفاعلين في الحقل التنموي وبناء القدرات، وبناء نموذج مالي مستدام قائم على التمويل الذاتي عن طريق تعبئة موارد التمويل الجماعي، مما سيمنح مرونة أكبر في توسيع التمويل إلى الدول الأعضاء وتعزيز الإنجاز. كما قامت مجموعة البنك بتبني سياسات وآليات إشرافية مستدامة تحمي البيئة وتحافظ عليها وتضمن تأثير التنمية المستدامة. وفي إطار ركيزة الإنجاز المذكور آنفا، قام البنك مؤخرا بانتهاج سياسة اللامركزية، تم في إطارها استحداث 11 مركزا إقليميا بصلاحيات كبيرة وموارد معتبرة. وفي هذا السياق تتم إدارة معظم عمليات البنك في بلدكم الكريم من خلال المركز الإقليمي للبنك بالرباط، والذي أشرف بمهمة الإشراف عليه. في الأخير أود أن أجدد لفخامتكم التهاني بمناسبة تدشين هذا المركز الهام والحيوي، ومؤكدا لفخامتكم وقوف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في جهودها الرامية إلى تحقيق المزيد من الرقي والازدهار للشعب الموريتاني الشقيق. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكان عمدة بلدية تفرغ زينة قد أشاد في كلمته بهذا المركز الطبي الذي تم تشييده وفق أحدث المعايير الدولية، والذي ستشكل انطلاقته حدثا بارزا في مجال توفير العلاجات المتعلقة بمختلف أمراض القلب والشرايين التي طالما أرقت المواطنين. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، سيد رئيس المجلس الدستوري، السادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، السيد المدير الجهوي للبنك الإسلامي للتنمية على مستوى المغرب العربي، السيد والي ولاية نواكشوط الغربية، السيدة رئيسة المجلس الجهوي نواكشوط، السيد حاكم مقاطعة تفرغ زينة، السادة المنتخبون، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويشرفني ويسعدني أن أتوجه إليكم بأسماء آيات الترحيب أصالة عن نفسي ونيابة عن سكان تفرغ زينة، وأن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة مولد الرسول الكريم المعظم صلوات الله تعالى وتسليمه عليه، أو بمناسبة تخليد بلادنا لذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني المجيد. فخامة رئيس الجمهورية، إنه من دواعي السرور والاعتزاز أن نلتقي اليوم على أرضية الإنجاز في إطار المسار البناء والتنمية الذي جنى المواطن ثماره يانعة على طول امتداد التراب الوطني، تجسيدا للمضي في تنفيذ برنامجكم الانتخابي الذي يضع في أولوياته خدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وازدهارهم. فخامة رئيس الجمهورية، يلتئم هذا الجمع الكريم لتدشين المركز الوطني لأمراض القلب، تلك المنشأة الاستشفائية التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير والمواصفات الفنية المتعارف عليها دوليا لبناء المستشفيات العصرية، كما تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، وسيشكل تشغيلها إضافة نوعية لمنظومتنا الصحية من أجل تقديم خدمات استشفائية بدرجة عالية من الجودة تلبي احتياجات مواطنينا في مجالات أمراض القلب وارتفاع الضغط الدم والشرايين، مما سيضع حدا لمعاناة مرضانا الذين ظلوا إلى وقت قريب يلجؤون إلى الانتقال إلى الدول الأجنبية لتلقي أبسط علاجات هذه الأمراض. فخامة رئيس الجمهورية، لقد وضعتم تحسين الظروف المعيشية للمواطن الموريتاني وتوفير مختلف الخدمات الأساسية التي تؤمن نموه وسعادته في صدارة أولويات برنامجكم التنموي النابع من رؤيتكم السياسية الثاقبة والمتبصرة التي أثمرت إنجازات عملاقة تم ثمارها يانعة مستشفيات ومعاهد وجامعات ومطارات وموانئ وطرق وشبكات مياه وكهرباء ومنشآت تجهيزية مختلفة طالت مختلف مناحي الحياة. وستسعى حكومتنا الموفقة بإذن الله تحت إشراف معالي الوزير الأول المهندس محمد سالم البشير إلى تعزيزها من أجل ارتقاء بوطننا العزيز إلى ما تطمحون إليه من رقي وازدهار. فخامة رئيس الجمهورية، تنضاف المنشآت الاستشفائية التي ستدشننا في حين إن شاء الله إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المجال الصحي في ظل عهدكم الميمون، والتي من شأنها أن تحول بلدنا من دولة يلجأ مواطنوها إلى البلدان الخارجية لتلقي العلاج إلى بلد يستقبل مرضى دول الجوار لتلقي العلاج في مؤسساته الاستشفائية في العديد من المجالات كأمراض القلب والشرايين وسرطانات. فخامة رئيس الجمهورية، اسمحوا لي في نهاية كلمتي هذه أن أهنئ سكان نواكشوط ومن خلالهم سكان بلدنا عموما على تشييد هذه المنشأة الاستشفائية العصرية المرجعية التي ستعطي وجها جديدا لنظامنا الصحي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ويشكل المركز الوطني لأمراض القلب تعزيزا للمنظومة الصحية في مجال علاج أمراض القلب والشرايين في البلد، كما سيحد هذا المركز من التكاليف الباهظة التي كان المواطنون يدفعونها للعلاج في مستشفيات الدول الأجنبية.
أحدث مركز تخصصي من نوعه لأمراض القلب والشرايين في بلادنا جاء بعد طول انتظار وشكل ثورة تقنية في المجال الصحي، حيث لم يعد مرضى القلب والشرايين بحاجة للعلاج خارج البلاد. مركز الوطني لأمراض القلب هو منشأة صحية متكاملة عصرية تحترم النظم الدولية في المجال المعماري والتجهيزي، وتضم معظم الأقسام المتعلقة بجراحة القلب والإنعاش القلبي والحالات المستعجلة، وهي قادرة على أن تعالج إن لم نقل 100% 99% من حالات القلب إن شاء الله التي يتم تشخيصها محليا. يحتوي هذا المركز على مكونات طب القلب الأساسية عبر غرف وقاعات مجهزة بما يلزم للكشف والعلاج، بما فيها القسطرة وجراحة القلب والشرايين بمختلف أشكالهما. جهاز قسطرة وهو جهاز حديث، يعني من أحدث الأجهزة الموجودة في السوق اللي تسمح تصوير القلب وفي إطار عملية جراحية خفيفة، يعني من غير من شق المريض، يعني من غير ما يكون شق المريض، من غير ما نفتحه المريض، ممكن ندخلوا له الكاتيتر وندخلوا معاه الستانت حتى نوسعوا الشرايين القلبية على العيان. هذه الأهمية تاع الجهاز هذا، يعني هو راح ينقص الاضطرار إلى استعمال القاعات الجراحية وينقص الخطورة على المريض. الجهاز فنيا راقي، يمكننا من تشخيص وعلاج شرايين القلب، بالإضافة إلى جميع العيوب الخلقية للأطفال حديثي الولادة اللي تحتاج تدخل سريع من شكل فعال، هي ممكن تعدله. والغريب والأحسن أن المريض يخرج بعد 24 ساعة بدون توابع ولا خطورات. هذه وحدة هون لعناية المركزة فيها 11 سرير، عندها وحدة تحت وحدة مركزية تستطيع الممرضين من خلالها مراقبة جميع المرضى على نفس الشاشة، وزودها بأحدث الأجهزة الحمد لله، تعتبر نادرة في المنطقة ومجاورة مباشرة لمصلحة القسطرة في المريض اللي يجي في حالة مستعجلة، ونعمل له توسيع شرايين يدخل مباشرة عن باب قسطرة القلب، وتعتبر مصلحة المرضى القلب لحالتهم تعتبر حرجة. أجهزة طبية حديثة للراديو والأشعة، بعضها متنقل وبعضها ثابت بحسب حاجة المريض ووضعيته، وذلك مع نظام رقمي يتيح الاطلاع على تفاصيل الملف الصحي للمريض بطريقة سلسة وواضحة. هذه الوحدة المكونة من قسم للحجز فيها 22 سرير، وقسم الجراحي فيه 3 غرف عمليات مجهزة بآخر التجهيزات. هذه التجهيزات خصائصها أساسا أنها تسمح بعمليات القلب المفتوح، والعمليات على الرئة، والعمليات على الأوعية الدموية. وعندنا التجهيزات بما فيها التريتماندير اللي هو معالجة الهواء ياكي بقى دائما نقي، وذاك يحول بين المريض والتعفنات. ثانيا عندنا أجهزات وتجهيزات معدة للتعليم عن بعد للطلاب والمتدربين، مع اتصال سلكي مباشر مع قاعات التعليم في الطوابق الأخرى. الطاقم الطبي الآن الحمد لله أصبح جاهز، وهو متكون من 5 جراحين و3 أطباء للإنعاش و10 تقريبا من التقنيين العاليين، فنيين العاليين المدربين جيدا. في التصميم أخذنا بعين الاعتبار أن العائلات عندها مكان خارجي مش تجم تستنى فيه، المعهد هذا أنه يجب يكون في نطاق يعني ستيريليزاسيون أبسولو، ولذلك ما خليناش في بعض معهد أخرى أنه العائلات ما يزوروهاش، لكن احنا عملنا كما تشوفوا غادي عملنا هذيك ممرات خارجية أن يجب يشوفوا المريض نتاعهم ما غير ما يدخلوا لداخل، باش نخافوا من التعفن ونخافوا من الليزانفكسيون. هذو ما كل معطيات أنه أخذناها باش نقولوا أنه المعهد هذا والمركز هذا مركز مستنبط يلبي الحاجيات العالمية فيما يخص الأطباء، لكن هو زاد كيف يلبي حاجياتنا احنا. ويعول على هذا المركز الطبي كثيرا في التقليل من نسب الوفيات بسبب أمراض القلب والشرايين، وكذا ترشيد موارد المواطنين التي كانت تذهب للمشافي خارج الوطن. مثل هذه المشاريع العملاقة صرفت فيها أموال باهظة، وتم تكوين كوادرها تكوينا عصريا، وتم تزويدها بمعدات عصرية، هي مكسب للأجيال المقبلة
فمن الضروري صيانتها وعدم الاكتفاء بتاريخ تدشينها. سعيد الحبيب للموريتانية من المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط. إلى ولاية الحوض الشرقي.